عليكم. السلام عليكم اخوتي اخواتي الكرام. واش تحياتي لكم اخوتي الكرام. المهم ان شاء الله انتهت الجولة ديالنا من وريكا من سيدي فاطمة الى الجامع الفنا. دابا انا في الجامع الفنا هنايا وانا دابا غادي بحالتي ان شاء الله صافي. الرحلة ديالنا سالات بحول الله. نتمنى والله السلامة اخوتي وعاد تعيشوا معايا الاجواء ديال الجامع الفنا. باقي شوية ما عمرش دابا، باقي شحال دابا في الساعة؟ باقي يلا وقال يلا صلينا العصر، يلا صلينا العصر. باقي يقول باقي خاو انتم، باقي خاو، انا باقي خاوي جامع فينا ما كاين والو. ها باقي خاوي، باقي خاوي. كاين مولي الليمون، كاين الهي، باقي خاوي خاوي. مولي الليمون كاين الهي، كيبيع اكسيد العصير. وصحاب الفاع باقي ما كاينينش. راه صحاب الفاع فينا كاين هاك الماطر تما، هذوك صحاب الفاع. باقي ما عمرش، باقي ما كاين والو. هذا خينا داخل كيدير بوز اللوم، كيدير بوز اللوم هذا. ايوا صافي، هذو مولين الفاع، هما مولين الفاع هما. مولي النفاع هما فينا هما. النفاع ما عنديش معاهم انا، ما عنديش انا مع النفاع. ايوا راه مولي النفاع تيسير وتخرب، كاينين هي. فهمتوني اخوتي، باش نمشي معاكم ان شاء الله، باش تمشيو معايا. المهم هذا هو الجامع فينا، لا باقي ما عمرش، يلا الربعة دابا كيعمر في العشية. صافي هادشي اللي كاين هنايا، يلا باش نديكم معايا للجامع اللي كانت هاد اللعيبة ديالها، كانت هي اللي كيصاوبوا فيها. هادي وقع فيها واحد الشق، ما عرفتش شنو هي هادي، وقع فيها واحد الشق هادي اللي كيصاوبوا فيها ديال الزلزال. سمعتوني اخوتي، كاينه الشمس هنا ياك، باقا الشمس دابا نيه، باقي الناس يلا جايين، يلا جايين الناس، الناس يلا جايين. حيت انا بعيد شويه خاصني نمشي. هذه السمعه ديال الجامع اللي كيبان لكم، ديال الجامع اللي كيبان لكم انا غادي عنده. جامع سيدي يوسف، انا ندخل لكم لهاد الجريده ولا بلاش؟ هادي راه واحد الجريده كاينه هنايا، بغيت نمشي لكم على الكوتشيات. ها هما الكوتشيات، هادو الكواتشه، هادو الكواتشه. نوصل لكم للجامع اللي ضرب فيه الزلزال، انا بقاو معايا. هادو كاع كاملين الكواتشات، كواتش دابا تركب فيه يقول لك 100 درهم ولا 150 درهم، فهمتوني؟ هي فين؟ سمحوا لنا على الشمس، انا غادي للجامع اللي ضرب فيه الزلزال ان شاء الله. بقاو معايا. هذه واحد الجرايده هي يعني مبينه لكم هنا، كاتبان ياك جرايده هذي، كاتبان لي جرد هذي. كل مكواتش، شحال ديال الكواتش تبارك الله، شحال ما كل كوتشي فيه جوج خيل، جوج خيل اللي فيه. هذيك واحد الجريده راه معروفه تما ديال سيدي يوسف، هذه هي الجرده ديال سيدي يوسف. الجامع اللي قال لك طاحت فيه السمعه، ما كاين لا طاحت لا السمعه لا والو، ها هو الجامع فينا، هو غنبين لكم، انا غنبين لكم الجامع ما طاحت فيه لا السمعه لا والو. هاو غنبين لكم، ندوز نصور لكم واحد شويه الجريده هنا.
ما كاين حتى منين ندوز من هنا. بلا عندنا شي عاوني ها الجامع اخوتي اللي كيبان لك مع الشمس ما كان ما طاحت فيه لا السمعه لا والو، باقي كشي مزيان، باقي مزيان كشي فيه، ما كاين لا كانت زعزعات السمعه وهذه ولكن ما طاح فيه والو، ما طاحت فيه لا السمعه لا والو. اجي نجيبكم معايا الجريده هنايا نوريكم واحد شويه الجرده. هاد الجرايد هادي كيريحو فيها هادي كاملة هادي هاي شفتو الجرايدة ديال سيدي يوسف، هادي هي الجرايدة ديال سيدي يوسف هي هادي، وهادو الطوبيسات لي كيبانو ليكم الطوبيسات، الطوبيسات ديال كله وفين كيمشي الجامع فناك شتو معانا ما خدامش، ماشي ما خدامش باقي ما يلا الربعة باقي ما عمرش كي عمرتها المغرب ولا شنو. يلا اخوتي لا نديرو انطلاقة دابا ان شاء الله، من هنا غندير انطلاقة الى مدينة بنقرير، غنمشي نمشي الى مدينة بنقرير ان شاء الله بحول الله. هذا هو سيدي يوسف، هذا هو سيدي يوسف، راه الجامع ديال سيدي يوسف كيبان لي. مراكش كاين عمار في العشية وما دابا هي ما كاين والو، فهمت واخد دابا ما كاين والو، والله الشارع انتم شفتو خاوي، مول في الدنيا كانت عمار هنايا. غادي دابا انا على الطاكسيات بنمشي بنقرير. كاين بق خاوي الدنيا، الدنيا بق خاوي هنا. خاوي اخوتي الدنيا كيما لي نركب واقلا من هنا، والله ما عرفت نركب من هنا ولا شنو، من هنا كيما لي نركب. لا شي طاكسي من هنا ونمشي، شي بحال هادي من هنا انا كنصور، انا وسط كنصور نصور ومسوق حتى واحد. يلا اخوتي الى اللقاء ان شاء الله، الله يعاونكم الفرصه القادمه، الله يعاونكم كاينين الناس وهذه مباراه نصور، الله يعاونكم.